مليحة الغوطة الشرقية 26/9/2013 محاولة أبطال الجيش الحر تركيب ساتر قماشي لحجب رؤية القناص. هذا هو مليح الغوطة الشرقية تركيب ساتر قماشي. هلا بدنا عالم صفحة لفوق على هاي على الطابق الثاني. مو مشكلة بدنا شفين يطلع على الطابق الثاني. انت بده بجوز يضرب حشوة هلا. لا لازم واحد يوقف الشارع اللي قبله يوقف السيارة هي جاية وعم يضربوا له الشادر هلا. المليحة الغوطة الشرقية ترك بلش القناص. ديروا بالكم ما يضرب حشوة هلا. لا يسبكتو. جن جنون القناص. تركيز ساتر قماشي فيما القناص يطلق رصاص الغدر. بدك ترفع كمان من عندك. ايوه بس تمام هيك. خليه يرفع من عنده. هاي شرايط كهرباء. ضاع عرضه جن القناص. جن المجنون.
المليحة الغوطة الشرقية 26/9/2013. أبطال الجيش الحر يقومون بتركيب ساتر قماشي لحجب الرؤية عن قناص إدارة الدفاع الجوي. دوار الإدارة